الخبر كان نازل على مادة بروتينية اسمها الترازين. اوكي، الترازين ده احنا عايزين نعرف حاجة، ان هو دي مادة بتستخلص من فاكهة موجودة في افريقيا، زي بلاد موجودة في طبعا منها اللي هي الكاميرون وجمهورية الجابون، واسمها فاكهة كيوبي، ما فاكهة اسمها كيوبي. تمام، طيب ايه القصه بتاعته؟ اولا هو موجود، حاجه مش جديده، ده موجود من التسعينات، او تم اكتشافه من سنه تقريبا حوالي 94 او الخمس سنين الاولانيين من التسعينات. طيب ده كان موجود وكان جميل جدا، وبيتكلم ان هو طبعا سريع الذوبان في الميه، وطعمه حلو زي السكر العادي، سعراته منخفضه، كويس طبعا لمرضى السكري، امن، حلاوته بتوصل لحوالي 800 مره قد السكر العادي. وكمان كان له خاصيه حلوه قوي، ان هم ما كانوا بيضيفوه على الحاجات المحليات اللي ليها طعم مش مستساغ قوي، زي ايه؟ بمفهوم بسيط كده، الاستيفيا مثلا. احنا عندنا من ضمن مشاكل الاستيفيا او نبات الاستيفيا ان هو بيدي مراره في لما بنيجي بنحل بيه، فكانوا بيخلطوهم الاثنين مع بعض بحيث انهم يتغلبوا على المشاكل بتاعه الاستيفيا. دلوقتي طبعا هو ظهر او اتقال عليه ان هو هيتعامل الفتره دي، هو يعتبر مش اختراع لان موجود في الابحاث زي ما قلنا من اول التسعينات، كان موجود وعندنا احنا كافريقيا. طيب انما ايه ليه تتكلموا دلوقتي عليه؟ علشان عندنا في مارس، من حوالي شهرين، 2 مارس 24، اخذ من موافقه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هو دوت يعتمد كسكر يكون موجود في الأسواق ويكون منتشر في أمريكا في الفترة القادمة. وحصل برضو كان في تقرير إبريل اللي فات، اللي هو الشهر اللي فات، بيتكلم برضو إن هو ده هيكون له مستقبل واعد، وإن الناس هتبتدي إنها تستخدمه، هيكون متداول في أمريكا. علشان كده جه بقى ابتدى اللي هم العلماء البرازيليين يبتدوا إن هم يتكلموا عليه، وإن هو هم روس ولا برازيليين يا دكتور؟ نعم، الروس، سوري، العلماء الروس اللي هم ابتدوا يتكلموا عليه ان هو ده يعتبر امن. وابتدى، لان كان في ابحاث قبل كده طبعا كانت البرازيل كانت اشتغلت عليه من فتره طويله. احنا كل شويه بيطلع ابحاث بقى يا دكتور، يعني كنت عايزه اتكلم حضرتك الموضوع ده، كل شويه يقولوا لنا اللبن امن، لا مش امن، خلي الدسم، لا لاكتوز فري، لا مفيش لبن خالص، السكر من البنجر، لا من القصب، لا مفيش سكر خالص، لا مش يعني. هل الابحاث اللي بتحصل دي كل شويه بيكون، وكل شويه بنطلع بنتائج مختلفه، يعني احنا كمستهلكين بقى يعني نعمل ايه؟ كمستهلكين انا عايزه اشير لحاجه كويسه جدا، السكر اي حاجه ربنا خلقها دي تعتبر كحاجه مفيده لجسمنا، بس بنستخدمها باعتدال. يعني السكر الابيض، انا ضد الناس اللي بيقولوا هنمنع السكر الابيض، لا، بناخدها بالنسب المسموح. حتى الناس اللي بتعمل دايت ليه؟ لان هو بيحافظ عندي على مستوى الحرق بتاع الجسم بتاعي، تانيه ثابت لما انا بدخل فيه سكريات كل يوم في الاكل بتاعي. لما انا باجي بقطع السكر، لسه تيجي تقطع السكر وتقطع الكارب، ده انا وزني ثابت ما بينزلش، ودي المشاكل على فكره بتحصل في الدايت. فانا عايزه اشير لنقطه، ان احنا ما نقعش في الغلط اللي حصل لما جم ادوا اللي هي المحليات الاصطناعيه، قالوا دي امنه، وابتدت انها تخش في المشروبات اللي في الاسواق والمشروبات الغازيه، وطلعت موضه الناس تاخدها في الدايت، وبعدين اكتشفنا انها الاستهلاك بتاعها ونسبه استخدامها بالافراط كانت مسرطنه. فبالتالي اي حاجه تنزل مش عايزين افراط فيها، بمعنى انا كمستهلك عادي احافظ ان انا اخد لي معلقتين ثلاثه في اليوم سكر، اللي هي المعالق الصغيره دي بتاعتي. طب والله ده السكر المضاف، لاني اخلي بالي من حاجه، ان كل حاجه باكلها، اكلي كله اللي باخده طول اليوم ده موجود فيه السكر، بيكون خافي مش ظاهر، انما في المضاف اللي انا بضيفه زياده على الاكل بتاعي، فبخليه بنقول معلقتين او ثلاثه. طب انا بعد كده عايزه احلي حاجه زياده، اخد معلقتين بقى بدايل من السكريات الثانيه، زي عندنا زي الاستيفيا، او سواء ده اللي نزل، لحد ما اتعود على مذاق السكر القليل، وان انا اتعود في اليوم كله على معلقتين سكر. طيب صغيرين، واحنا بنتكلم بقى يا دكتور في النقطه دي، مساله ان انا اتعود على مذاق السكر، هل ماده البرازين دي بتؤثر في مذاق الحاجه اللي هنحلي بيها مثلا الشاي؟ اي حاجه بتاثر في طعم الشاي، هل لو استخدمناه هيغير طعم الشاي؟ لا، لان زي ما قلت لحضرتك في اول المداخله، ان هما كانوا بيستخدموه كخلط مع الاستيفيا علشان يتغلب على المراره بتاعه الاستيفيا، فهو من ضمن خواصه ان هو له القدره على ازاله المذاقات الغير مستحبه في المحليات الاخرى، او ممكن مثلا لو في مراره او حاجه فما بيغطي لكن عليها. طعم السكر بتاعه زي السكر العادي،
زي ما احنا بناخد المحليات الثانيه الصناعيه اللي ما بيكونلهاش ليها مراره او ليها اي مشاكل في الطعم بتاعها. بس طبعا بقول للناس ان احنا مش معنى كده يكون حاجات فري فيها، لا احنا هنتعود ان احنا ناخد معلقتين سكر عاديين في اليوم، وممكن ناخد معلقه او اثنين سواء ستيفيا او من نبات الستيفيا او اي محلى اخر، لحد ما نبتدي ان احنا ممكن نوصله كمان لمعلقه واحده، لان احنا ما نعرفش الحاجات عشان تبان اضرارها بتبقى بعد فترات طويله من الاستهلاك الادمي. وبخاف من افراط الناس في استخدامها، ان هي تقول ده دي امنه فتاخد كميات كبيره، ممكن انها في المستقبل او الجرعات الكبيره يكون ليها طبعا تاثيرات ضاره، لان احنا ما نقدرش نجزم ان انا جبت. حضرتك كمان بتقولي ان تحليته بتصل ل يعني 800 مره اكتر، 800 مره اكتر من ده مش خطر؟ يعني انا فاهمه انه جاي من فاكهه وكل حاجه، بس ده مش خطر؟ لا مش خطر، لانك انت حضرتك مثلا بتاخدي كميه صغيره جدا مثلا منها، ما لما تبقى هي 800 مره الحلاوه بدل ما انا كنت باخد معلقه مثلا هاخد ربع معلقه صغيره، باخد خمس معالق سكر. في ناس اللي بتحب السكر العالي هتاخد معلقه صغيره، الكميه بقى نفسها يعني مثلا الناس دي حاجه ما فيهاش سعرات وحلوه، ده دي انا كدايت او كمريض سكر انا هعيش على السكر ده، انا هعمل حلويات ومشروبات وده سكر فري ما فيهوش اي مشكله وهستخدمه. الكميات نفسها اللي بتخش الجسم، هل بعد كده هيكون لها تأثير مصاف من الكميات الكبيرة ولا لا؟ ده بيبان من الاستهلاك الكميات الكبيرة وعلى المدى الطويل. الناس كلها لازم تخلي بالها من أي من الإفراط في أي حاجة، في السكر الطبيعي نفسه برغم أنه هو طبعا يعتبر كويس، بس الإفراط بتاعه احنا عارفين ده كل المواد اللي طالعة دي، أن أنا أبتدي أن أنا أخد أو البدائل اللي بنستخدمها للسكريات الإفراط فيها، هل ممكن يكون غلط على الكلى؟ هل ممكن أنه هو على المدى البعيد بكميات كبيرة ممكن يسبب كانسر؟ ده عمره ما هيبان في الأبحاث بتاعة الفران اللي بتبتدي أن هي نديها جرعات صغيرة ونشوف تأثيره عليها إيه، أو هو تأثيره مستام. تمام، يعني ترتيب حضرتك دلوقتي استخدامات الناس، السكر العادي بتاعنا، بعد كده البروتين، بعد كده لو هنستبدله يبقى بالبروتين الحلو برضو مع تقنين الكميات، ممكن معلقه او اتنين. واخر حاجه خالص سكر الدايت. السكر الدايت هو ده يعتبر سكر دايت، اللي هو اللي احنا بنقول عليه ده يعتبر سكر دايت الترايزن. فاحنا بنقول سواء هو او ستيفيا او اي نوع معلقتين اتنين، السكر الطبيعي معلقتين، التاني ما نزودش فيه عن معلقه او اتنين في اليوم، اي بديل للسكر تاني غير السكر الطبيعي.